نكمل الفيديو الثاني لشابتر ال 11 السكشن الخامس عشان اخلصه. بيجي بحكي لي هسا الاشي الثاني، طب هسا اذا كان الاقتران هذا الاقتران اللي كان معطيني اياه كان داخل لين او كان داخل جي، يعني داخل اقتران يعني مثل جيل اكس، سواء كان لين اكسبوننشال مثلثي ساين وهاي كوساين، يعني اشياء متعدده، شو ما بيختلفش اشي عن طريقه الحل عادي. تعويض بتحل، بتشتق، بتعتبر انها خارجيه، بتحل الداخلي وبعدين بتدخلها عليها. يعني نشوف كيف. اجى حكى لي اول اشي ليميت ثم ان او اكس عادي حتقول للصفر اي قوة ان على ان زائد كوساين الان. تغيير رموز ما تفرق سواء كانت اكس او ان، الاصل في النهاية التعويض المباشر، اكس صفر على صفر زائد واحد، صفة ايش؟ صفر على واحد، هاي مش اكس صفر على صفر، ما بقدر اشتق، فاذا هاي ايش؟ عصفر وتساوي واحد. هيك تعتبر خلصت حلها، هاي اول واحدة. طيب نشوف الثاني او نشوف مثال ثاني. اذا كانت داخل اقتران، هاي الاقتران حكينا وهاي جواته ما اختلف اشي، حلينا اللي جوا وبعدين هاي حكينا ليميت لما اكس حتقول للثلاث لين الاكس تربيع ناقص تسعة على اكس ناقص ثلاث. كيف هاي بحلها؟ عادي زي ما حكيتك، الاصل في النهاية تعويض مباشر حتى اتأكد انها صفر على صفر، صفر ثلاث تسعة صفر على صفر. اذا هاي كيف بحلها؟ بخلي اللين برا، ليمت لما اكس حتقول للثلاث اكس تربيع ناقص تسعة على اكس ناقص ثلاث. كيف هسا بصير احلها؟ عادي اشتقاق، اشتق البسط لحال على المقام، ليمت لما اكس حتقول للثلاث اللين برا ايش؟ عوض ثلاث ستة، اذا اللين الستة. هذا الجواب تمام. نشوف اشي غيره اللي هو مثلا لو حكينا الساين، خلينا نشوف للساين مثلا، لو حكينا الليمت لما اكس حتقول للواحد ساين، الليمت لما ساين حتقول اكس ناقص واحد على الجذر لاكس ناقص واحد، نفس الشيء زي ما حكينا. ايش بروح بعاملها؟ انا الساين برا، اول شيء بتاكد انه صفر على صفر، واحد صفر على صفر، بخلي الساين برا، بحكي ليمت لما اكس حتقول للواحد اكس ناقص واحد على الجذر الاكس ناقص واحد، بروح بشتق هاي بما انها صفر على صفر، بحكي الساين برا خليها خارجية ليمت لما اكس حتقول للواحد واحد على واحد على اثنين جذر الاكس، يعني ايش؟ صفت ساين ارفع هاي لفوق وعوض الواحد، صفت كم؟ ساين الاثنين. هاي الجواب تبعها. نشوف كاسة، نشوف كم مثال من اسئلة الكتاب او يعني اللي حاطينهم من ضمن البروبلم. بحكي لك اذا كانت الليمت لما اكس حتقول للصفر تان الانفيرس للاكس على تان الانفيرس لاثنين اكس. هاي كيف منحلها؟ عادي مباشرة، تان الانفيرس للصفر صفر على صفر، اشتق تان الانفيرس مشتقة ما داخله على واحد زائد ما داخله تربيع على، طبعا ليمت لا ننساها لما اكس حتقول للصفر، مشتقة ما داخله اللي هي اثنين على واحد زائد ما داخله تربيع. عوض تعويض مباشر، واحد على واحد اثنين على واحد وتساوي نص. هاي الجواب، هاي الصفحة رقم واحد من الفيديو الثاني. تمام. نشوف كمان اسئلة. بحكي لي انه كان عندي اللهم صل على سيدنا محمد الليمت لما اكس حتقول للما لا نهاية، هاي المرة كان السؤال، باي اثنين ناقص تان الانفيرس للإكس على واحد زائد ان، واحد على ان. كيف بروح بحكي هاي؟ بما انها ما له نهاية عادي، الاصل في النهاية تعويض مباشر، صفر ما تان تان الانفرس للما لا نهاية باي على اثنين، صفر على ايش؟ واحد على ما لا نهاية وتساوي صفر.
تمام، هسه اشتقاق صارت صار الموضوع. شو بتعرف تشتق؟ شو بتعرف تحل؟ مشتقة هذا ثابت صفر، مشتقة هذا مشتقة سالب، مشتقة ما داخل يعني ما داخله على واحد زائد ما داخله تربيع، مظبوط؟ على مشتقة هاي اكس اكس، مشتقة ما داخله سالب واحد على اكس تربيع، موجب ما موجب. هسه عوض، قبل ما تعوض هذا ما لا نهاية، يعني ما لا نهاية، كيف نحسب الليمت للما لا نهاية لكثيرات الحدود؟ ناخذ أكبر أس إكس تربيع على واحد زائد إكس تربيع، رتبنا المعادلة، كيف هاي؟ باخذ هذا لأنه على واحد ومن هون، هذا بشطبه باخذ هذا، يعني إيش صفى عندي الليمت؟ لما إكس حتقول للما لا نهاية إكس تربيع على إكس تربيع وتساوي واحد. وصلت؟ تمام. شوف كمان في عندي هذول السؤالين من الأسئلة اللي بالكتاب، يعني معطونا إياهم مارين علينا، يعني إنه طالبينهم بالأمثلة. بيجي حكالي إنه ليميت لما إكس حتقول للصفر واحد على إكس، حتى هذا في فكرة من الكالكولوس 1 دي تي، معطيني هذا الاقتران كيف بدي أعامله؟ الأصل في النهاية تعوض مباشر، اي حد صفر على صفر هذا. هسه كيف بدي اتعامل معه؟ بحكي مباشرة ليمت لما اكس حتقول للصفر، ارتبه لو خليت هاي، يعني هاي بالمقام والاكس تحت، ما هي مبين لي واحد على اكس، يعني الاكس في المقام، يعني تكامل من صفر لاكس اف تي دي تي على اكس. إذا كان التكامل من نفسه، يعني من نفس الحدود من صفر لصفر، يعني من إذا كان واحد لواحد كأنها هاي كانت صفر، يعني صفر على صفر. كيف بدي أشتق؟ مشتقة التكامل بالنسبة إذا كان هاي، حكينا الحد العلوي بتعوضه تعويض مباشر، يعني صارت F الإكس تمام في مشتقته اللي هي واحد تمام، ناقص عوض الصفر اف الصفر في مشتقة الصفر اللي هي صفر، بتصفر هاي على ايش؟ طبعا ليميت لما اكس حتقول للصفر على ايش؟ على واحد، وصارت اف الصفر.